كابتن اسلام. والله فنيا ممكن نتكلم على بدايه الكوارتر الثالث. نادي هليوبوليس كمل في الزون 2 3، بس كابتن طارق خيري والفرقه ما بقوش مفرطين قوي في الثلاثه بونت زي ما كانوا عاملين في الكوارتر الاول والثاني. ما فيش غير ثلاثه واحده بس نادين سرعاوي شاطتها وجابتها. اللعب كله زي ما كنا حابين احنا وكابتن سرعاوي بنتكلم في بين الشوطين ان يبقى فيه هاي لو والكره تمشي كتير، وده اللي حصل. لاحظنا رغم ان الفرق وصل 12 بونت لهليوبوليس في نص الكوارتر الثالث، انما اضرب الدفاع الضاغط والريباوند اللي كنا بنتحايل عليهم يعملوه في اول كوارترين نجحوا في الثالث ان هم يرجعوا بالكامباك، وخلص الكوارتر الثالث بونت للاهلي. وده نجاح لفرقه الاهلي بقياده كابتن طارق والبنات، ان رغم ان السكور وصل 12 بونت لهليوبوليس انما خلص الكوارتر بونت للاهلي. نعم. فده نتيجه ان هم زي ما كابتن سرعاوي قال كده، ايه الثقه اللي كانت في الاول قلبت بقى ايه قلق في الوقت اللي هليوبوليس لعب بقوه ولعب مش ما عندوش ضغوط. هليوبوليس يعني لعب ال 40 دقيقه بتيمبو واحد وريتم واحد وبأدي بشكل كويس جدا جدا وبنحييهم. عملوا مباراه هايله. ولكن صحيح. التحول هو حاصل جوه فرقه الاهلي مش في هليوبوليس. هليوبوليس قدم بشكل كويس من الاول للاخر. التحول حاصل في فرقه الاهلي، الاجريسيف ديفنس اللي حصل، الريباوند، الجري كويس، عدم الافراط في الثري بوينت شوت اللي كنا بنتكلم فيهم، وفضلوا بقى لما ركبوا بقى في الكوارتر الرابع فضلوا راكبين لحد الاخر، وده اللي احنا كنا متمناه. خلينا اقول يا كابتن برضو احنا بنحيي من هنا طبعا من الاستوديو التحليلي جمهور نادي الاهلي الحقيقه اللي حضر النهارده المباراه واللي شجع ولم ينقطع يعني لحظه عن التشجيع في وقت طبعا زي ما حضراتكم عارفين في هذه الاثناء مباراه كاس العالم قبل النهائي المغرب وفرنسا، ولكن جمهور النادي الاهلي اثر ان هو يجي يأزر الفرقه ويشجعها. هو نقطه تحول طبعا، يعني هو برضه نقطه تحول جدا.